مقابل 4 مليون يورو. هذه كرة ملعوبة ذكية وحلوة. حكم المباراة ماذا يحتسب؟ يحتسب ضرب جزاء، يحتسب ضرب جزاء. نعم ريال مدريد ضرب جزاء. الأولى ممكن مع الفريق الملكي للأغلب في تاريخ كرة القدم. رونالدو على التنفيذ، كريستيانو رونالدو على التنفيذ، وارانثوبيا في المرمى يتقدم. جول هو الثاني لريال مدريد، هدف ثاني لكن الأول لكريستيانو رونالدو رسميا مع الفريق الملكي من ضرب جزاء. ارانثوبيا بالمناسبة راح في نفس الاتجاه، اختياره للزاوية كان سليم جدا، لكن كرة كريستيانو رونالدو كانت محكمة وقوية جدا، ما في تسلل. بالفعل القرار سليم على وجود اللعبة الأولى، وفي اعتقادي ضربة الجزاء موجودة لأن حارس المرمى ارانثوبيا تدخل بقدميه، وبعد ذلك الكرة توضع بهذه القوة من كريستيانو رونالدو، يظهر رسميا للمرة الأولى. عاد راح يعدون